في الحقيقه عدد كبير من اللاعبي النادي الاهلي ساهموا في البطوله دي بشكل كبير جدا. انا عايز اتكلم عن واحد واحد كده سريعا وابرز نجوم الفرقه، ومش عايز اقول في ناس بعينهم هم الابرز لان الكل ساهم بشكل كبير قوي، لكن انا اتكلمت على ياسر ابراهيم، عايز اتكلم على ايمن اشرف. والراجل ده بصراحه يا جماعه لازم ياخد حقه، لازم ياخد حقه. خد سيل من الانتقادات فتره من فترات، وناس شككت في عدم قدرته على ارتداء تيشيرت النادي الاهلي وامكانياته قليله، وكان لا الراجل حاجه جامده قوي. ايمن اشرف لعيب جامد قوي ومهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي ومنتخب مصر، بيلعب في مكان هو خلاص بقى مكانه، هو بقى مساك، بيجيد فيه بشكل ممتاز، راجل بيطلع بالكره صح وبيدافع بشكل مميز، وحاجه جميله جدا ايمن اشرف. فليه كل التحيه ايمن اشرف، بطل من ابطال النادي الاهلي اللي ساهموا في لقب غالي جدا. وفي الحقيقه هي رساله لكل لعيبه النادي الاهلي، انتوا بصراحه دلوقتي الجيل ده انتوا كده دخلتوا تاريخ النادي، لان اي جيل بيبقى موجود بيحقق الدوري، الدوري المصري ده اي جيل مع احترامنا ليه واحترامنا للمنافسه فيه والفرق اللي بتشارك فيه على راسهم نادي الزمالك طبعا، لكن بطوله هي مفضله عند جمهور النادي الاهلي وعند لعيبه النادي الاهلي، اي حد باي مدرب بيجي بياخد الدوري. لكن امتى تكتب اسمك في تاريخ النادي الاهلي؟ لما تجيب البطوله دي، بطوله دوري ابطال افريقيا، انت كده لعيب مميز، انت كده تستحق تبقى موجود في النادي الاهلي، طالما جبت دوري ابطال افريقيا انت كده تستحق تبقى موجود في النادي الاهلي. فهي دي رساله لكل اللاعبين. اتكلمت على ايمن اشرف، علي معلول ده مش محتاج بقى ان احنا نتكلم عنه، يعني ده حاجه كده مع نفسه لوحده في حته ثانيه. علي معلول نجم من نجوم النادي الاهلي ومن افضل الصفقات في تاريخ النادي الاهلي. محمد هاني عمل مباراه امبارح ممتازه ممتاز، الناس قلقت قوي لما كان تعرض للاصابه مع المنتخب ومش عارف، لك الحمد لله كان موجود في الميعاد المطلوب منه وقدر ان هو يشارك ويساهم بشكل جيد. حمدي فتحي بقى هتكلم مع السوليه، السوليه ده لكن حمدي فتحي احنا جت فتره من الفترات لما اتصاب حمدي فتحي الاصابه بتاعت الغضروف دي وقعد 8 شهور تقريبا بعيد، كنا متاثرين جدا وكنا مضايقين، وازاي حمدي فتحي موضوع الاصابه والاهلي هيتاثر وكلام من ده. الناس خدت على ديانج انه بيلعب وبيتالق، وطبعا تاثرنا بغيابه، لكن حمدي امبارح كان جيد جدا في استخلاص الكرات، الراجل روح ايه في الملعب، لعيب جامد قوي قوي قوي، ولاعب يليق على النادي الاهلي، اخلاق واحترام وفنيات وكل حاجه بصراحه عند حمدي فتحي. شكرا يا حمدي على البطوله دي، وشكرا على ادائك امبارح في مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا امام الزمالك. السوليه بقاله سنتين واكتر كمان مستوى ثابت، وانا بحترم قوي اللعيب المستوى الثابت، اللاعب اللي بيبقى مستوى ثابت على مدار فترات كبيره يبقى ده لاعب فعلا قوي، يبقى ده لاعب فعلا عنده الشخصيه المطلوبه، وده كل ده متوفر في السوليه. تاني نهائي يحرز فيه هدف، كان احرز هدف في الترجي على ما اتذكر في مباراه 3-1، لكن خسرنا البطوله في الاخر. امبارح هو جاب جون، والمره دي الحمد لله كسبنا البطوله، وجون مميز ومتابعه جيده وحاجه رائعه من السوليه، ربنا يحميه يا رب. قفشه، قفشه بيعجبني جدا عقليته ثقافته وتفكيره وازاي بيستقبل الانتقادات اللي بتوجه ليه، ده امر مميز جدا ان انت بتسمع انتقادات بتاخد منها المميز اللي بيديك دفعه للامام، واللي بيقف على نقاط ناقصاك وبتحاول تعالجها، وبتسيب اللي بيهدمك، ده اللي بيشتغل بيه قفشه بصراحه. يعني الراجل عنده اهداف وطموح كتير جدا مع النادي الاهلي، واهداف كمان شخصيه، بنفسه ياخد احسن لعيب في افريقيا، يقدر قفشه بامكانياته دي. الفتره اللي فاتت مع موسيماني ومع منتخب مصر كمان قفشه حاجه جامده جدا جدا يعني. كل اللاعبين بما فيهم حسين الشحات، حتى الكره اللي ضيعها دي بصراحه خرجت الواحد عن شعوره شويه، لكن لعيب جامد برضه. حسين الشحات امبارح ما كانش موفق قوي، لكن عندنا ثقه كبيره جدا في حسين الشحات، والاهم دايما البطوله واللقب. عايز اتكلم بقى على دور مجلس إدارة النادي الأهلي ومستر بيتسو موسيماني والكابتن محمود الخطيب وقراراته الهامة والمميزة، نتكلم عليها دلوقتي يا جماعة. نروح فاصل الأول، طب نروح فاصل، وبعد الفاصل بقى نتكلم على الجانب الإداري وعلى سيستم النادي الأهلي، وإزاي النادي الأهلي بيقدر يحقق الألقاب دي، وإزاي النادي الأهلي واجه كل الانتقادات اللي واجهها على الفترة اللي فاتت أو اللي شافها على مدار الفترة الكبيرة اللي فاتت، وكانت انتقادات ظالمة في الحقيقة. هنتكلم عنها بالتفصيل بعد فاصل.